أنا ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود، رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا، ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا، وإن تعف عني فذا يوم عيد، وإن تعف عني فذا يوم عيد. سأترك يا رب ذنبا مضى، وأقبل نحو الرضا والنعيم، أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وغيره من المجالس أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها جميعا، متكلمين ومتدخلين ومحاورين وقراء ومستمعين، أن يجعلنا فيها من المستفيدين في الدنيا والآخرة، وأن يكتبها لنا في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر الصالحين والصالحات، لقاؤنا في هذه الليلة يتمحور حول موضوع موضة الإلحاد الجديد. ولهذا الموضوع أكرمنا وشرفنا فضيلة الدكتور هيثم طلعت بقبول الدعوة، وشرفنا فضيلة الأستاذ الأخ الحبيب والأستاذ القريب وشيخنا سيدي طارق الحمودي حفظه الله ونفعه ونفع به، أكرمنا بقبول الدعوة، ويعني ريحانة الضيوف القارئ حامل كتاب الله عز وجل والإمام الطيب الجميل خلقا وخلقا سيدي محمد العسري حفظه الله، صلى الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن ربيعا لقلبه، وأن يرفعه به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله من الذين يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، ويعني فليعذرني سائر الأحبة والضيوف إن كنت يعني يميل قلبي إلى الأئمة والقراء أكثر، فاعذرونا. فالناس فيما يعشقون مذاهبه، لأن ارتباطهم بكلام الله عز وجل يعني ما اعذرونا وخلاص، اعذرونا يرحمكم الله. فارتباطنا بكلام الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني نذهب دائما لتعظيم أهل القرآن، ونسأل الله أن يجعله من أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بمحبته. فكما جرت العادة، يكون الافتتاح إن شاء الله تعالى بكلام الله سبحانه وتعالى متلوا مرتلا ومشودا سيدي محمد العسيري حفظه الله. ثم بعد ذلك نعود إن شاء الله تعالى لمناقشة الموضوع مع ضيفينا الكريمين. تكون عندنا إن شاء الله تعالى المداخلة الأولى للأستاذ طارق الحمودي بحسب محاور سيأتي الكلام عليها، ثم تكون مداخلة الدكتور هيثم طلعت حفظه الله بحسب محاور أخرى نعرج عليها إن شاء الله تعالى. فلعلنا نترك المجال لشيخ ناس محمد العسيري حفظه الله ليتلو على مسامعنا ما تيسر من كلام ربنا عز وجل. تفضل سيدي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.
أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العظيم. طيب الله أنفاسك سيدي محمد، حفظك الله وجزاك الله خيرا، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من القلة الشاكرة التي يقبلها الله عز وجل، بارك الله فيك. طيب لعلنا ندخل مباشرة في صلب موضوعنا الذي تم اختيار عنوان موضة الإلحاد الجديد له. لما هذا العنوان؟ هذا إن شاء الله تعالى تفصيله سيظهر بإذن الله عز وجل من خلال المحاور التي سيفصلها الأساتذة الأفاضل، لكن يعني برجوع بسيط يعني يسير ومقتضب، ما كان هذا الأمر مطروحا، لا أقول بهذه القوة، بل ربما ما كان هذا الأمر مطروحا في البلدان الإسلامية منذ زمن قريب، ربما إلى قبيل الاستعمار الذي طغى على عدد من الدول الإسلامية، أتكلم عن هذا الإلحاد بهذا الشكل الجديد. ثم بعد ذلك تطورت الأمور إلى شبهة تثار هنا وهناك وهنالك،
ثم صار البعض يصرح من بين الأسطور بإلحاده، ثم بعد ذلك صار الناس يتحدثون عن جمعيات لحماية الملحدين، ثم صار الأمر يعني كأنه كما اختار الأساتذة كعنوان، كأن الأمر صار موضة، يعني حتى أكون منتميا إلى هذا الفريق الذي يعني يجذب الانتباه ويهتم به ويحتفى به. خلاص يعني إن كانت هناك موضة في الآيفونز مثلا، وموضة في سامسونج مثلا، وموضة مثلا في السروال الجينز مثلا المقطع إلى غير ذلك، خلاص على المستوى الفكري يلا يعني تشريفا لإخواننا بأرض الكنانة معنا الدكتور هيثم طلعت، يعني أهو يعني مشيها خلينا يعني مع الملحدين خلاص. فأضع نفسي الآن في يعني في مكان طفل صبي صغير، أشاهد الرسوم المتحركة، وكلنا عندما شاهدنا الرسوم المتحركة في صغرنا الذي ينقدح في أذهاننا بغض النظر عن بطولة البطل إلى غير ذلك الأغاني التي تصاحب الرسوم المتحركة. ثم وجدت أن هناك يعني أنشودة إن صح التعبير في أحد الرسوم المتحركة للسبونج بوب، يعني يرددها الكبير والصغير، كلماتها لماذا نحن هنا، ويقول بعضها سؤال صعب سؤال صعب لماذا نحن هنا، ينقدح هذا في ذهن الصبي الصغير. يعني أنا أحاول أن أضع نفسي في مكان الصبي الصغير، لم يعطاني جواب وقيل لي أن هذا سؤال صعب، ثم كبرت شيئا فوجدت نفسي يعني أدندن مع أصحاب الأغاني، فوجدت أغنية يحتفي بها كل أصحاب يعني المعاهد الموسيقية ليعلموا الشباب المقامات وكذا، أجدهم يعني يدندنون حول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ثم أبصرت قدامي طريقا فمشيت إلى غير ذلك. ثم عندما أسمع للمغنيين زعما بحسب ما ذكروا المغنيين الكبار وكذا، فتجد مثلا يعني المايسترو الموسيقار محمد عبد الوهاب من روائعه جايين الدنيا من يعرف، ولا رايحين فين ولا عايزين ايه، الله المستعان. وسط هذا الكم وهذا الزخم يعني على مستوى الإعلام، إعلام الأطفال، إعلام الكبار، إعلام المراهقين، نجد هذا السؤال الذي يطرح نفسه، يعني ما الغاية من وجودنا، لماذا نحن هنا؟ يعني ما أنا طرحت سؤال لسبونج بوب، لماذا نحن هنا؟ سيدي طارق الحمودي، هل لنا كبشر كإنسان على وجه الأرض هل لنا غاية من هذا الوجود، أم خلاص يعني نأكل القوت وننتظر الموت؟ سيدي طارق تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فحقيقة شرف كبير لي أجالس الفاضلان الكبيران في قلبي دكتور طلعت والأستاذ ياسين، والله بعد هذه المدة الطويلة من الحجر الصحي وهذه المضايقات التي تمارس علينا من هنا وهناك، لقاؤكم صحيح يعني ينشرح له الصدر، فمثل هذه الاجتماعات تنفس علينا شيئا قليلا من الضيق الذي نجده من هذه البيئة الحجرية إن صح التعبير. جوابا على سؤالكم، أما الغاية من وجودنا إن كان سبونج بوب فأعتقد أن الغاية من إعداده واضحة، وفي نظري والله تعالى أعلم، لأننا نحن نتحدث الآن عن طريق خبرتنا وتجربتنا ومطالعاتنا باش نكونوا أقرب إلى الناس، لأنه الأخذ من الكتب والمطالعات البعيدة لن تنفع الناس عن خبرتنا وممارساتنا ومطالعاتنا القريبة. سنحاول أن نبني شيئا من الوعي المتعلق بهذا الباب. أستاذ ياسين، ما الغاية من وجودنا؟ هذا السؤال أستاذ ياسين هو سؤال يوضع في مرحلة ثالثة بعد سؤالين يكونان قبله، وأحيانا المغالطات تكون عن طريق وضع السؤال في غير محله،
ما هي الغاية من وجودنا؟ السؤال الأول الذي ينبغي أن يطرح هو سؤال الصنعة، وهذا مهم ضروري جدا أن نبدأ بهذا الترتيب. حتى الطفل الصغير أستاذ ياسين لا بد أن ننقله بهذا الترتيب من السؤال الأول إلى السؤال الثالث وبعده أسئلة أخرى حتى تنبني التصورات عنده بناء صحيحا. سؤال الصنعة هو أن نوجه الطفل بعيدا عن سبونج بوب طبيعة الحال وهو صغير، وهذا أمر يسير وسهل لأنه معد لذلك يعني حتى على صغره، أن نرده إلى ملاحظة الخلق حوله وملاحظة هذه الموجودات التي لا بد أنه سيراها ويراها وسيراها لا صغارها أو كبارها، ولا بد أن الطفل الصغير عنده أسئلة متعلقة بما يشاهده، وهو يسأل نفسه من أين أتت ولماذا هي هكذا ومن أتى بها إلى هنا. دفع الطفل الصغير إلى ملاحظة الصنعة وإعانته على ذلك، أي إعانته على ملاحظة الصنعة، هذا هو المهم. أي أن لا يبقى الطفل الصغير عند الملاحظة الظاهرية، لا، أن يتعمق بنظره وهو قادر على ذلك، أن يتعمق في الصنعة، في إتقان الله تعالى لهذه الصنعة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بمعنى تعين الطفل الصغير على أن يسأل نفسه سؤالا صحيحا، وهو هل ما يرى صنعة أو أنه وجد هكذا عبثا؟ الذي نضمنه قطعا جزما أن الطفل الصغير إذا لاحظ ملاحظة دقيقة لهذه المخلوقات الصغيرة سواء في نملة أو في نحلة أو في بطن سمكة أو في حلزون سيجيب، سيقول لك هذه صنعة، أي هذه وضعت قطعة قطعة ولم توجد هكذا عبثا. فإذا سمعت من طفلك الصغير هذه القناعة بلسانه تنتقل إلى السؤال الثاني وهو السؤال الصانع. وأنا جربت هذا الأمر مع أطفال وشباب، تبدأ بسؤال الصنعة فيعتقد معك أنها صنعة ولا يتردد، وهذا هو الجميل في الأمر أستاذ ياسين، هو أن الطفل الصغير بعيدا عن سبونج بوب وعن المؤثرات في الرسوم المتحركة هو معد لكي يجيب بنفسه عن هذا السؤال، فقط أتركه ليشاهد المخلوقات ويلاحظ الصنعة. يقول الطفل الصغير وهو يمر أمام متجر من المتاجر التي تبيع مثلا بعض الآلات والأدوات التقنية، فتقول له هذه صنعة أم وجدت وحدها؟ سيقول لك صنعة. أنا الذي يهمني من جوابه أن أبني عليه السؤال الثاني، فتقول له هل هذه الصنعة وجدت بنفسها أم أن وراءها صانعا؟ سيجيبك بلا تردد أستاذ ياسين، وهذا الأمر لا يحتاج إلى وقت طويل، سيقول لك لا بد أن هناك شخصا ما جهة ما هي التي صنعت. إن شئت أن تجعل في نفس السؤال الثاني فروعا أخرى من الأسئلة فتسأله ما هو موقفك من صفات هذا الصانع، سيتأمل دقة الصنع وسيقول هذا الصانع متقن عالم حكيم قادر له إرادة لا يمنعها أحد، لأن الصنعة قد حصلت بهذا الإتقان. ثم بعد ذلك يأتي السؤال الثالث أستاذ ياسين، والآن أرجو من الإخوان ينتبهوا، السؤال الثالث إذا ما الغاية من هذا الجهاز الذي صنع في هذا المعمل؟ لأنه لا يمكن أن تصنع آلة عبثا، لا يمكن أن يتصور الطفل بعد هاتين مرحلتين أن هذا الذي رآه واعترف أنه صنع ووراءه صانعا أو وراءه صانع حكيم مدبر عالم مريد قادر أن هذه الصنعة وجدت لغير فائدة، لأن الطفل الصغير بنفسه تجده يصنع شيئا يستنفع ويستفيد منه، هذا الأمر عنده موجود. فيجيبك لا بد أن هناك حكمة من هذا الأمر. هذا الأصل الذي أردت أن أبني عليه أولا الجواب. هناك أصل ثاني مهم آخر وربما
سيستصحبنا ونستصحبه إلى آخر المداخلات، والله أعلم، وربما في الحديث، يعني الحديث كله، وهو أننا حينما نتحدث أستاذ ياسين عن اعتقاد وجود الله تعالى والغاية من وجودنا بعد ذلك، لابد أن نتحدث عن الخلق والوحي معا، لا ينفصلان كما لا تنفصل الصلاة عن الزكاة. سيدنا أبو بكر الصديق قاتل الذين امتنعوا عن أداء الزكاة لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، قال لا أقاتلن من يفرق بينهما. كذلك لا يجوز التفريق حين الحديث عن الإلحاد وعن نقيضه الذي هو الإيمان بوجود الله تعالى وما يلي، لا يجوز أن نفرق بين الخلق والأمر، دائما نتحدث بهما وعنهما. والله تعالى ماذا قال؟ قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقد يقول بعض العلماء أن الأمر هنا بمعنيين، الأمر الكوني والأمر الشرعي، فيكون أعم، لكن حسبنا أن نحمله على محمل الخصوصية هنا لأنهم فائدتنا. والله تعالى يجيبنا عن السؤال أستاذ ياسين، وستلاحظ أنه سيجمع بينهما أيضا. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالغاية من الخلق هي العبادة، هي ذلك الأمر الذي جمعه الله في قوله أنا له الخلق والأمر، أي أنهما معا. وستلاحظ أن الخلق تظهر فيه صنعة الله وإتقان الصنعة، وكذلك ستنظر إلى الشريعة والوحي والأمر وستجد فيها أيضا إتقانا، فهما معا متقنان لأنهما قرينا. إذن جواب الله تعالى هذا واضح، إذن هذا الجواب من جهة ماذا؟ من جهة الوحي. هل يستطيع الخلق الإجابة كما أجاب الأمر والوحي؟ نعم، وخطابنا مع الإلحاد هو خطاب التأمل في الخلق. والله تعالى أمرنا في آيات كثيرة بالتأمل في السماوات في الأرض على جهة الإجمال، أمرنا أن نتأمل في بعض المخلوقات على جهة التفصيل والخصوص كقوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهكذا الأمر. وخطاب الله في القرآن كما هو خطاب الله في خلقه خطاب مباشر صادم وقوي، لا يدع مجالا للطرف المخاطب أن يتردد في الإجابة أو في أخذ الخطاب والاقتناع به كما وقع للطفل الصغير. ولذلك قديما أستاذ ياسين، قديما كان الملاحدة على أشكالهم، سواء الذين كانوا ينفون وجود الله تعالى أو الذين يعتقدون بوجود جهة ما محركة كما هي الفلسفة اليونانية، أو جهة ما فاض عنها الوجود كما هي طريقة فلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي وغيرهما. قديما كان الناس إذا ألحدوا النقاش معهم يكون شديدا وصعبا ومكلفا، يحتاج إلى ذكاء كبير وإلى تركيب في الاستدلالات. اليوم العلم كفانا هذا الأمر لأنه أعاننا اليوم على حسن التأمل والنظر في الخلق. أعطيك مثال بسيط جدا أستاذ ياسين، مثال محرك البكتيريا المشهور اليوم الذي لاحظه مايكل بيهي صاحب كتاب صندوق داروين الأسود، وهذا من أوائل من لاحظ هذا الأمر. محرك من 40 جزءا تحرك به البكتيريا ذيلها لتتحرك داخل البلازما، كذلك ما يسمونه بالخنفساء القاذفة التي تحتوي في بطنها على حجرتين، في كل حجرة مكون كيميائي ثم حجرة ثالثة يصب فيها هذان مكونا بنسب معينة دقيقة جدا حتى يحصل انفجار ترمي به الخنفساء أعداءها خارجا. فالسؤال يطرح دائما للطفل الصغير، من الذي وضع فيها هذه الحجر الثلاثة بالكميات المناسبة وبالعملية المرتبة؟ كذلك في هذه 40 جزءا في البكتيريا، وقس على هذا أمورا كثيرة. إذا الغاية من خلقنا قد أجاب الله تعالى عنها، الغاية الآن من خلقنا بالنظر إلى المخلوقات هي حينما وصلنا مع الطفل الصغير في سؤال الصنعة وقلنا له هذه الصنعة الدقيقة وهذا الصانع الحكيم، أيمكن أن يكون كل هذا
موجودا ومصنوعا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الخطاب واحد، خطاب الخلق وخطاب الأمر والوحي واحد، وهو أن الخلق لم يكن عبثا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نحن نخاطب الذي لا يؤمن بالأمر بخطاب المشاهدة والتأمل والنظر في المخلوقات، فلينظروا إلى المخلوقات بأنفسهم، وقد كفانا العلم هذا الأمر. ولذلك كبار العلماء اليوم، وأنا أتذكر الأخوان بوغدانوف، لا أدري كنت تعرفهما أستاذ ياسين، هذان أخوان توأمان، سو دي جومو فرنسيان، يبحثان في فلسفة العلوم وفي العلوم نفسها، لأنهما أحدهما فيزيائي والآخر رياضي، وأنا يعجبني متابعتهما. كتب كتابا سماياه لو فيزاج دو ديو، أي وجه الله. عن طريق المعادلات وجدوا أن النظر في الكون بطريقة علمية توصل إلى ما سموه هم الوقوف أمام وجه الله تعالى مباشرة، ومعنى ذلك عندهم هو أن النظر في المخلوقات أوصلهم إلى أن هناك جهة ما خلقت الكون، لأنه باللغة العلمية قالوا إن للكون لحظة صفر لم يكن قبلها شيء، ومستحيل أن ينتج شيء من لا شيء. إذن جواب على سؤالك سيدي ياسين هو هذا، بالوحي قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالنظر في الخلق لا يمكن أن تكون هذه الصنعة المتقنة سواء في أنفسنا وفي أنفسكم وأفلا تبصرون أو في المخلوقات حولنا، لا يمكن أن تكون قد أوجدت وخلقت إلا لهدف وغاية تناسب هذا الإتقان في الصنعة، والله أعلم. بارك الله فيك سيدي طارق، جزاك الله خيرا. حتى بالنسبة للأخوين الفيزيائي والرياضي اللذين ذكرتهما، يعني وحتى طريقة توصيلهما للمعلومة كانت ممتازة جدا، وكان يعجبني أيضا متابعتهما، إلى أن لاحظت أنه لم يعودا يستدعيان إلى القنوات، على القنوات الفرنسية. ما لم يعد هناك استدعاء لهما ابتداء من اللحظه التي قال نعم. لا تفضل سيد طارق، ذكرتني بهذه المساله هي مثيره جدا، ربما لاحظت او تابعت، وهذه الامور تجرنا الى التعمق اكثر لنصل الى ما ينتظره ربما الشباب، لانهم قد سمعوا كثيرا مثل هذا الكلام. The expelled لبين ستين، هذا الصحفي الأمريكي له فيلم وثائقي يتحدث عن هؤلاء الذين طردوا وابعدوا من المراكز البحثية والجامعات العلمية في أمريكا. لما؟ لأنهم ينشرون ما يسمونه هم بالتصميم الذكي، وهو شيء يقارب موضوعنا نحن حينما نتحدث عن النظر في إتقان الصنعة. وأنا هذا الفيلم رأيته كله، وفي الحقيقة تعجبت لهذا الإرهاب الذي يمارس على دعاة الصنعة وعلى المؤمنين بالخلق، لأن هؤلاء يظهر أنهم ليس عندهم استعداد للحوار لأن العلم يغلبهم، وإنما يمارسون نوع من الشعوذة في المجالس العلمية، يوهمون الآخرين أنهم يتكلمون بالعلم، وفي الحوارات يقمعون، وإذا تمكنوا بالقوة والسلطة يعني يدفعون ويمنعون ويردون الناس عن ما يستفيدونه منه، وقد طرد عدد كبير من العلماء يعني المتقنين هذا الأمر. وأنا أتذكر مرة أستاذ ياسين جلس في حوار يعني ودي مع أحد الأساتذة الجامعيين الأمريكيين، وهو متدين، وأنا ناقشته سألته عن تصورهم للتصميم الذكي، وأنا أعرف أن الأمريكيين اليوم الإنجيليون يؤمنون ويدافعون عن فكرة الخلق. أنا فوجئت بأنه أمريكي كاثوليكي، وقال لي أنا لا أؤمن ب أنا قال أنا أؤمن بنظرية التطور، يعني صدمني، فوجئت. أستاذ جامعي أمريكي كاثوليكي ويؤمن بالتطور وغير مقتنع بنظرية التصميم الذكي تماما.
فعلمت أن هناك نوع من الضغط الاجتماعي والعلمي في الأوساط العلمية. فالأمر خطير جدا أستاذ ياسين، ليس الأمر هينا يعني حينما نتحدث عن صحيح نقطة صحيح الإلحاد. لا، في الحقيقة إجرام الإلحاد وديكتاتورية الإلحاد والتعصب الإلحادي ونصل إلى الإرهاب الإلحادي أحيانا ليست مسألة موضة، ولذلك أولادنا اليوم وشبابنا اليوم لا يعرفون لماذا يجعلونهم يلحدون. لعلني أتحدث عن هذا الأمر لأن هذا هو الذي يهمنا في المجلس إن شاء الله صحيح تعالى. صحيح. وفي نفس الوثائق يا سيدي طارق، هو يعني يدحض هذه الفكرة التي يروج لها في الإعلام العالمي أن الأوساط العلمية الغربية تتميز بموضوعية الطرح والحياد على مستوى النقاش، فتبين أن ليس هناك يعني أدنى مكان وأدنى هامش لا للموضوعية ولا للحياد. إما معنا في طرح نظرية التطور لأنها هي التي تفتح الباب للمعتقد الإلحادي إن صح التعبير، وإما فإنك عدو لنا وأنواع الإرهاب. يعني حتى نضع الشباب الذين يستمعون إلينا في الصورة ونحفزهم ونثير فيهم هذا الفضول الإيجابي ليذهبوا مثلا لمشاهدة هذا الشريط الوثائقي، فهو يعني مهم جدا. إن استطاع مثلا بعض الإخوة الآن في الإدارة التقنية، إما سيدي حمزة أو سيدي ربيع، إلا عنده الرابط فيضعه مثلا في التعاليق. الإخوة ديال هو موجود على اليوتيوب، موجود البرنامج الوثائقي على اليوتيوب. بعض الأساتذة يعني الجامعيين والباحثين إذا تحدث عن قضية التصميم الذكي، منهم من تلفق له قضية مثلا تحرش جنسي بالطالبات ثم يطرد، ومنهم من مثلا يمارس عليه اضطهاد من جهة مثلا زوجته أو من جهة زوجها إن كانت هي باحثة، ومن جهة الأولاد منهم من يمارس ضغط على المعيد أو قيدوه مثلا أو رئيس الجامعة حتى يفصله بممارسة المضايقات والضغوطات عليه. وأتى بمجموعة من الأمثلة، يعني شريط وثائقي يعني فيه عمل قوي جدا وفيه مجازفة أيضا من بينستين أو بينشتاين بحسب كيف تنطق، فيه مجازفة حتى. يعني أنا الذي يعني لا أقول صدمني، لكن وددت أنه لم يقل تلك الكلمة. على الأقل كنت لأبقي على احترامي الجانب كما يحترم الرجل خصمه أو عدوه إن كان أهلا للاحترام. ريشارد بوكيت لما سأله بينشتاين وقال له عن قضية، قال له يعني الأصل الأول في الحياة، قال له ريشارد دوكينز يعني جملته الشهيرة، قال ربما كائنات فضائية تطورت بفعل التطور، بلغت درجة عالية من الذكاء ومن التطور التقني وكذا، وجاءت إلى الأرض وزرعت تلك الخلية الأولى التي بفعل التطور خرج منها كل هذا. يعني كنت أنظر في عيني بينشتاين يعني وكأنه لا يصدق نفسه، هل يقول ريشارد دوكينز مثل هذا الكلام؟ يعني مستعد أن يؤمن بأن هناك كائنات فضائية خرافية تطورت وبلغت مبلغا إلى آخره، بغض النظر عن السؤال الذي لا ينتهي، وهذه الكائنات من أين أتت خلية الحياة الأولى في تلك المجرة؟ يعني سنتبع عودة الكائنات الأخرى التي تطورت؟ لن ينتهي الأمر. يعني قال ربما مستعد يعني أن يترك ما هو يراه بعينيه من هذا الإتقان والدقة والإحكام في خلق الله عز وجل، ويؤمن بخرافة لا خطام لها ولا زمام فقط لأنها تخدم إيديولوجيته أو معتقده الإلحادي إن صح التعبير. فمن هنا يعلم أن أولئك الذين يتبجحون بقضية الموضوعية في الطرح والحياد العلمي ونحن بيننا وبينكم العلوم كذا، يعني الله المستعان، يعني نسأل الله العفو والعافية. إن كان هؤلاء يقولون بهذا الكلام فماذا ترك للذين ليسوا في الأوساط العلمية؟ سيدي طارق، لعلي أعود معك إلى قضية، ما دمنا نتحدث عن قضية، تكلمنا عن قضية الطفل،
ما دام الطفل فقط تطرح له مثل هذه الأسئلة فيجيبك بهذه يعني بهذه الأريحية وبهذه السهولة، على اعتبار أنه، وآخذ كلمة جميلة جدا أعجبتني في سياق كلامك سيدي طارق، وهو قضية عنده استعداد لقبول هذه الأسئلة والرد عليها بهذه يعني ما نسميه نحن المسلمين بالفطرة. الآن صرنا نرى نوعا من أنواع يعني سلخ الإنسان من فطرته، يعني في بعض الأحيان ما عدت تناقش الشخص لتحاول أن تعود به ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لتعود به إلى معتقد أو دين. صرت في بعض الأحيان تناقش أشخاصا فقط لتعود بهم إلى أصل فطرتهم، أن هناك ذكر هناك أنثى، أن السماء فوقنا والأرض تحتنا. يعني صرنا نحتاج إلى العودة بالناس إلى تلك البديهيات أو العلم الأولي الذي هو مغروز في أصل الفطرة. سيدي طارق، كيف يمكننا أن نعود بالناس؟ يعني الحمد لله أن من سبقنا قد ماتوا ولن نلقاهم إلا يوم القيامة، نسأل الله أن يجمعنا مع الصالحين منهم في الجنة. وإلا يعني تخيل، ذكرت ابن سينا والفارابي، تخيل لو سمعونا نناقش الناس في هذه، أخشى أن أقول يعني كلمة يعني تحسب عليه، في هذه الأمور يعني البسيطة التي ما كان يناقش فيها الأطفال قبل ذلك. كيف نعود بالناس إلى فطرتهم السليمة إن صح التعبير؟ هو الجواب ياسين، لا بد من رده إلى نعتقد أن الإلحاد ليس إلحادا واحدا، ليس نوعا واحدا. فمن يحاول على أي إلحاد هو حتى نختار الخطاب المناسب للمخاطب. مجموعة كوساج، هذه التعريف ربما أستاذ ياسين، صدور بدل الصدور، أنا وقفت على إصدارين لها عن الإلحاد بقيس. وفي أحد الإصدارات، وكل إصدار كل عدد يحرصون على أن ينبهوا الناس على قيمة الإلحاد. والحقيقة عندما تقرأ الكتابين تجد أنه عبارة عن صف تاريخي، لكن مهم على كل حال. هم يتحدثون عن نوعين من أنواع الإلحاد، مادي علمي هذا الذي يحاول إنتاجه في المؤتمرات ويروج له في المجلات العلمية المحكمة. هناك إلحاد فلسفي، وهو الذي يسعى إلى إحلال الإنسان محل الله تعالى، كما فعلت الشيوعية وغيرها من الأهل. هؤلاء الخطاب معهم مع الأوائل خطاب علمي محض، لأنهم لن يقبلوا إلا بخطاب. الخطاب الفلسفي مع هؤلاء الملاحدة المتفلسفين سيكون أيضا خطابا فلسفيا، وفي كلتا الحالتين نستعين بالسياسيين مرة بالخلق بالعلم وإلى آخر أو على آخر ما وصل إليه إلى اليوم، بعد الوصول إلى مكونات البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، مكونات مكونات العلم. وخطابنا مع الإلحاد الفلسفي نستعين بوصول الجدال القرآن، لأن الوصول الجدال القرآن يعني قاسمة ما فيهاش نقاش ياسين. وقد سألت أحد الأساتذة المتخصصين في العقيدة، أستاذ جامعي متخصص في العقيدة الإسلامية، فقلت له المتكلمون حاولوا الرد على الملاحدة من المعتزلة والشاعرة والمتزلة وغيره، هل يستطيع أهل الحديث مناقشة هؤلاء مع أن الأستاذ هذا متخصص في العقيدة الأشعرية؟ يعني أن جل عمله في تاريخ المتكلمين وطرق المتكلمين ومدارس المتكلمين. أجابني أستاذ ياسين بشيء عجيب جدا ما فوجئت به، قال لي هناك طريقة أفضل من طريقة المتكلمين، وهي طريقة القرآن الكريم. هذه مفاجأة الحقيقة. وتصارع الكلام معه فقال لي، والدليل على ما أقول هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية كان يستعين بأصول النقاش والحوار القرآني،
بمعنى من أراد النقاش الفلسفي مع الملاحدة المتفلسفين فعليه أن يستعين بأصول الجدال والحوار القرآني، وإلا فلا يخوض معهم. النوع الثالث هو الذي لا يتحدثون عنه، وهو الآن الواقع. وأعتقد أستاذ ياسين أن أخي طلعت وأنت مثله تتشاركان معي في أنكما أيضا جالستما شبابا يظهر عليهما شيء من الإلحاد، أو يعتقدان أو يظهران الإلحاد. ستكتشف أن الإلحاد عند هؤلاء لا هو علمي، وإن كانوا يظهرون أنهم يعتمدون على هؤلاء العلماء أبدا لا يفهموا، بدليل أنني مرة ناقشني أحد الشباب فقال لي أنتم الفقهاء المقلدة وتعتمدون على العلماء لا ولا تجتهدون وينبغي الباحث. فقلت له في نفس النقاط، فقلت له كم هو محيط الكرة الأرضية؟ فترك وقتا ثم رجع فقال كذا وكذا. قلت هل حسبتها أنت أم أخذتها من كلام العلماء؟ قال من كلام العلماء. قلت له إذن تقلد كما أقلد، لماذا هؤلاء لا يعرفون شيئا؟ التفلسف لا يعرفون فيه شيئا، شنو الفلسفة يعرفها الشباب؟ الإلحاد اليوم الذي نسميه الآن موضة، وإلحاد نفسي عبارة عن ردود أفعال أو فراغ، لأنهم لا يجدون أجوبة فيختارون الطرف الثاني اللي هو الإلحاد، أو أنهم يصدمون حينما يرون أن الإسلام لم يوفي بما يعتقدون أنه ينبغي أن يوفيهم حقه فيه كالانتصار على الأمم الأخرى وغيرها، ويشاهد الآن ضعف المسلمين فتكون ردته ردة نفسية. أنا جلست مع عدد، وأذكر شخصين فقط شابين، يعني الشاب الأول لتعرف حقيقة ما يحصل للفطرة أستاذ ياسين، الله تعالى قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لأنها خلق من خلق الله أعده الله لاستقبال الوحي والأمر، إذن دائما خلق الأمر معه. طالب من طلبة الجامعة للغة الإنجليزية يتحدث معي ونقاش طويل، فسألت لي جربت فطرته أستاذ ياسين؟ وأين جربت فطرته؟ في إيمانه بقيمة العدل. فقلت له لنفترض أن أحدا لقيك أنت وأباك وأمك وأختك، فقتل أمك وقتل أباك وذبح أمك واغتصب أختك وضربك وهرب، فلما قبض هكذا يقول شيخنا محمد بن خبزة، ماشي قبض عليه، قبض، فقبل أن يحكم عليه مات. فسألت الولد قلت هل تؤمن بالعدل قيمة مطلقة في الوجود؟ قال لي نعم. قلت له أين العدل في هذا الذي حصل؟ قتل وذبح واغتصب وضرب وهرب ولم يوفى الجزاء ومات. قلت له هل تعتقد الآن أن العدل لا زال قيمة مطلقة عندك؟ قال لي نعم. قلت له هنا لم يوفى العدل، إذن متى يوفى؟ فسكت الولد، ففهمت أن في داخله شيئا يقول له لا بد أن يأخذ جزاءه في مكان آخر. الولد سكت أستاذ ياسين، والله العظيم اسكت. الشاب الثاني جاءتني أمه واحد المدرسة تقول لي لا بد أن تجالسه، فجاء أحد العائلة دياله فلقيته، جلسنا في البيت، فكان الظاهر منه أن إلحاده نفسي أيضا، يعني لا بناء علمي ولا فلسفي، فقط لأنه لم يجد أجوبة على أسئلته، ورأى أن الإسلام لا يملأ جيوبه ولا يعطيه حقوقه ولا يضمن مستقبله فأنكره وقال دين لا ينفعني لا ماذا أفعل به، فلا بد أن يختار الطرف الثالث على طريقة أرسطو، يعني الثالث المرفوع، لا وجود لاختيار ثالث، يعني ليست هناك مراجعة ولا شيء من القبيل أبدا. قال لي أستاذ ياسين، ودي المفاجأة بما يدل على نفسية هؤلاء، قال لي كنا نجتمع نحن معاشر بعض الملاحدة في فاس وهو تطواني، فكنا نجلس ونقول من يعرف منكم شيئا يمنعه الإسلام؟
فيقول أحدهم الإسلام يمنع من كذا فنقرر أن نفعله، ثم يقول أحدنا ما الذي تعرفون أن الإسلام أمر به؟ فيقول كذا وكذا، قال سنتجنبه. هناك حالة نفسية يعيش هؤلاء الشباب، وسببها الجامع الجهل، وفروع الجواب أنهم لا يجدون جهة يسمعون منها جوابا مقنعا تماما. ولذلك كان من نصيحتي لكثير من إخواننا أن أهلوا الآباء للإجابة عن أسئلة أبنائهم، اجعلوا لهم دورات تكوينية تخصهم حتى إذا سئلوا أجابوا. ولكن المشكل هو هذه الفطرة يحال بينها وبين أن ترى الحق بموانع وحجب مصطنعة. يكفي فقط مجالسة أستاذ ياسين حتى ينقشع ويزول هذا الغبار عن الفطرة فتلمعك ما ينبغي. وهذه الفطرة يسميها الأستاذ المعلمي في الرائد في علم العقائد بعبارة جميلة وقوية في نفس الوقت، يقول هو العقل الفطري، فهو يرفعه من مستوى الكلمة المنفردة ويضيف إليها مصطلحا قويا هو العقل. فيقول الله يخاطبنا سواء في خلقه أو في الوحي، يخاطب العقل الفطري لأنه هو المؤهل لتلقي الخطاب. أما العقل الذي نصنعه نغامر باستعماله. إذن لو ربينا أطفال الصغار وعندهم العقل الفطري أستاذ ياسين، يعني لا ننتظر إلى أن يدرسوا في الجامعات، لا، عقلهم الفطري عندهم عقل نظيف، فيخاطبون بما يليق بهذا العقل الفطري، فلا نحتاج إلى أكثر من هذا. لو كنت أنا وإياك أستاذ ياسين أستاذ طلعت في عصر المعتزلة والأشاعرة لكان ردنا على الملاحدة يحتاج إلى جهد جهيد. اليوم لا نحتاج إلا إلى توجيه الصغار قبل أن يكبروا، فيكبر معهم هذا العقل الفطري فيحصن. وقبل أن أخرج من هذا أستاذ ياسين، والذي أريد أن أوصله هذا هو الخطاب الجديد الذي ينبغي أن نتعاطاه اليوم أستاذ ياسين، أن نرفع مستوى خطابنا من الحديث عن توصيف الإلحاد وأسبابه وعلاجه إلى أن نرده إلى أصله الأخطر والأكبر والأعظم. هناك كتيب صغير الآن طبع، خرج من سلسلة عالم المعرفة، هو ده أستاذ ياسين، اسمه لماذا فشلت الليبرالية. هذا 10 دراهم أستاذ ياسين، 10 دراهم فقط. هذا يشرح لماذا فشلت الليبرالية الدولة والمجتمع. قال لأنها نجحت، فشلت الليبرالية دولة ومجتمعا وعلما وجامعات ومؤسسات، لأنها نجحت، لأنها وفت ما أرادت أن تفعله فظهر أنها أفسدت. فالحمد لله الذي نجحت فظهر فشلها. الذي يثير هذا الكتاب في القارئ هو الذي سأذكره الآن، وهو أن هؤلاء الليبراليون في الشكل الظاهر الملاحدة في الباطن، وهم دائما يتخفون، يعني ينافقون، والنفاق يختلف من زمن إلى زمان من مكان إلى مكان، هم يريدون أن يفصلوا أستاذ ياسين الإنسان، أن يفصلوه عما يعصمه من الاستعباد. الإنسان بطبعه معصوم أولا بالعقل الفطري، معصوم بالحرية النظر في المخلوقات، معصوم بالأسرة، معصوم بثقافته وأخلاقه ودينه، معصوم بالتزاماته تجاه عائلته الكبرى والصغرى، ملتزم بمدرسته بعلمائها وعلماء الأمة. فهم يفصلونه أستاذ ياسين حتى إذا قطعوه عن كل هذا وانفرد وأوهموه أنه الآن قد فريح، يستعبدونه ويتسلطون عليه. وأفضل طريقة عندهم أن يجعلوه ملحدا فينفرد فيصير شاة فيتسلط عليها الذئب أستاذ ياسين. هؤلاء يصنعون من الإنسان بعد أن يلحد شخصا
مستهلكا مغفلا دافعا للضرائب يعيش منعزلا حتى إذا بلغ من الكبر عتيا ألحقوه بدور العجزة. إذن فليحذر الشباب أن عملية التلحيد أو الإلحاد الغرض منها هو أن تنفرد بك الدول العميقة في العالم، النظام العالمي الجديد، الشركات الكبرى العابرة للقارات، حتى إذا أوهمتك الحرية والاستمتاع تمكنت منك وسيطرت عليك وصرت دمية في يدها، تطعمك ما شاءت وتلبسك ما شاءت وتركبك ما شاءت وتعيش عندها ولاءً مطلقاً للدولة، فأنت تفلت من ولائك للدين والأخلاق فتقع في ولاء الإنسان الدولة. فهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. أستاذ ياسين، حلنا نحن على الأقل في بلاد المغرب أن نصلح التعليم وأن يتعلم طلبة العلوم الفيزيائية الطبيعية والرياضية التربية الإسلامية في هذه المواد نفسها. أنا سأفاجئك أستاذ ياسين بمفاجأة جميلة جدا، وكذلك الأستاذ طلعت. أنا عندي هنا من وثائقي القديمة كتاب العلوم الطبيعية أستاذ ياسين، لاحظ معي الكتاب أذكره. في المغرب كله. أي نعم، أما أدري كنت ضابط أنت لأن أنا كنت علمي على كل حال. هل الكتاب أنا لا جوج ما كنا سيونس اكس سيدي طارق ياسر. شوف سيدي السيونس اكس، ياك شوف المفاجأة في الكتابة أستاذ ياسين، هذه المفاجأة هاي. ماذا ترى أستاذ ياسين؟ آيات القرآن الكريم. هذه مقدمة لماذا؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ياك الموضوع ما هو؟ ها هو الموضوع أستاذ ياسين، الموضوع وظائف التوالد، بمعنى حذفوا هذه الأمور ومثلها، فماذا كانت النتيجة؟ هو انتشار الإلحاد في أوساط التلاميذ والمتعلمين. إذن هؤلاء هذا الذي يريدونه. وقبل أن أختم أود إهداء دليلين وآيتين لشبابنا أن يحفظوا هذا الأمر. الآية الأولى هما آيتان كونيتان في أنفسنا بطبيعة الحال، وهي على طريقة القرآن الكريم، يعني تحدثنا عن محرك البكتيريا وتحركنا عن الكفوس النافثة وغيرها. الله تعالى تحدث عن مراحل تطور الجنين في بطن أمه. هذه الآية إلى الآن لا زالت شوكة في حلوق الملاحدة، ما وجدوا لها ردا. وكيث مور كما تعلم أستاذ ياسين كان هذا الأمر من الأشياء التي جعلته يراجع نفسه، ودرج متخصص جدا في علم الأجنة. الأمر الآخر وهو غريب جدا، وهذا ينسب نظرية داروين لا تحتاج إلى نقاش طويل، وهي مسألة الذكر والأنثى التي نبه عليها القرآن مرارا. وأنا أقول لشبابنا ليتعلموا هذه الطريقة في السؤال، ولكن هذا الأمر لا يذكرونه أستاذ ياسين، لا يقولون تطور الإنسان من السؤال، من الذي تطور من هل الذكر أم الأنثى؟ لو قالوا الذكر إذن الأنثى تطورت منه، وهل سينتظر الذكر أن تظهر الأنثى المتطورة حتى يضمن لنفسه استمرار نسله؟ كم سينتظر؟ طبعا الحال التطور يحتاج ملايين السنين. أم أن التطور كان أنثى ثم تطور منها الذكر، هل ستنتظر الأنثى آلاف السنوات حتى يتطور الذكر منها ثم يقع تناسل ثم يقع استمرار للنسل؟ أم أنه وقع التطور بهما؟ والسؤال كيف يوقع تطورهما مع نفس الطريقة والكيفية بهذا التناغم؟ الله يسمح لي، لا الله يسمح لي في كلمه، بغيت نقول لك ربما كانت كدير المسودات، الذكر بقى كيدير الوساخ مع ذاك الاصل المشترك حتى انتج الانثى، وربما الانثى بقات كدير المسودات يعني دفتر الوساخ
في مع الاصل المشترك حتى خرج الذكر، هو هذا مختبر، هذا خدامي إذا في يا الناس. أستاذ يوسف، يد العون التي نقدمها الآن للشباب هو أن نعلمهم لا عدم السؤال، لا منع العقل من الاستشكال، بل أن نعلمهم طرح السؤال بالطريقة الصحيحة، وأن لا يقال لهم إذا من الذي خلق الله؟ ونقول لهم وسؤال قبله، سؤال هل الله مخلوق حتى نسأل عن الخالق؟ إذن هناك مشكلة عند الشباب في ترتيب أولوية الأسئلة، طريقة طرح السؤال، في توجيه السؤال، في موضوع السؤال أصلا، وهؤلاء الملاحدة يوجهونهم بعيدا عن ما ينبغي أن يوجهوا إليه، فنتحمل مسؤولية كبيرة أستاذ ياسين، أستاذ طلعت، صحيح 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 أن نراجع دائما في أدواتنا، وأن نختبر هذه الأدوات هل تؤدي دورها، فنزيل ما لا ينفع، ونقوي ما ينفع، ونزيد كما بعد أن نتأكد من نفعية الكيف. فالأمر جلال، والأمر ليس موضة، لأن الحالة النفسية تحتاج إلى لقاء خاص، وإلى مباشرة في الخطاب، وإلى عدم استعلاء على المخاطب، لأنه محتاج إلى خطاب نفسي فطري قبل أن يكون علميا، لأنه من الجانب العلمي الأمر محسوم، من الجانب الفلسفي الأمر محسوم، الجانب النفسي هو تحدينا الآن، ولذلك هذه هي إن صح التعبير موضة الإلحاد اليوم، والله بارك تعالى الله أعلم. فيك سلطان، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لعلنا قبل ان نمر للدكتور هيثم طلعت، سيدي ربيع، الشيخ محمد العسري لا زال معنا. سيدي محمد حفظكم الله، عذرونا شديناكم معنا شي شويه وطولنا عليكم، فرفع الله قدركم. يعني ان كان نسعدنا بالامكان ان تشنفوا مسامعنا وتشرحوا صدورنا بتلاوه لكلام الله عز وجل، نمر بعدها مباشره ل الدكتور هيثم طلعت في الشق الثاني من هذه الندوة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
صدق الله العظيم. رفع الله قدرك سيدي محمد، حفظك الله ورعاك شيخنا سيدي محمد العسري، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة التي حلقت بها قلوبنا السلام. الله فيك، حفظك الله ورعاك. يعني سبحان الله، يعني لو فقط أسلم ويسلمون قلوبهم للقرآن الكريم يعني لا محتجنا إلى هذا كله. الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة تدبره، أن يرزقنا العمل به على الوجه الذي يرضي. لعلي أنتقل لفضيلة الدكتور هيثم طلعت، حفظك الله ورعاك وجزاك الله خيرا. قضية الإلحاد الجديد هذه، يعني هل هي فعلا كما ذكرنا من باب تأثير الشيء، هل هي فعلا موضة؟ فكل موضة يعني فاشل كما نعلم لا دعاته، لا يمكن أن يتبع الناس يعني موضة في اللباس إلا إذا رأوه ورأوا من يدعو إليه، سواء مثلا عبر الإشهارات، الإعلانات، هناك بعض الإعلانات غير المباشرة عن طريق مثلا الأفلام والدراما والأغاني والفيديو كليبس إلى غيره. المهم أن كل موضة معينة، كل ستايل، كل فاشن له دعاته. هل هذا الإلحاد، يعني صح التعبير، إن كان موضة فعلا فكيف هي هذه الموضة؟ كيف تسربت إلينا؟ كيف هذا الانتشار؟ من هم دعاتها؟ هل دعاة هذا الإلحاد يعني أناس يؤمنون بالفكر، يدعون إلى فكر معين ويقتصرون على هذا، أم يما هم أشخاص كما ذكر الأستاذ طارق حمودي حفظه الله، هم أشخاص إذا بلغوا مبلغا من التمكن من السلطة والقرار وكذا يمارسون نوعا من الإرهاب الفكري إن صح التعبير، وقد يصلوا إلى ما هو أقبح من هذا. دكتور هيثم لكم الكلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حياكم الله سيدي الحبيب شيخ ياسين، جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وجزا الله خيرا شيخ طارق، وجزا الله خيرا الإخوة الأفاضل على هذه الاستضافة الطيبة، بارك الله في جهودكم ونفع بكم، وأنا والله أتعلم منكم ومن الفوائد التي تقدمونها، فجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم، اللهم آمين. ولا تنسونا أستاذ الفاضل من الدعاء، ربي يحفظكم يا رب. قضية الإلحاد الجديد بدأت تظهر تقريبا في عام 2006، يعني من حوالي 15 عاما تقريبا، بدأت تظهر في الغرب وانتشرت في أمريكا وفي أوروبا، وكان لها بعض المنظرين لها. بعدها بسنوات بدأت تظهر في بلادنا العربية والإسلامية بعض المنتديات من المقيمين في الغرب، شباب مسلم ألحد مقيم في الغرب، بدأوا يفتحوا بعض المنتديات ليستقطبوا الشباب لاعتناق هذا التصور الكفري والرد عن دين الله عز وجل. بعدها بدأت تنتشر موجة أخرى بعد انتشار مواقع التواصل المختلفة، كانت صراحة موجة أكبر، وكنا في ذاك الوقت تقريبا من حوالي 5 سنوات، يعني نظن أنها سوف تلقي بحمولة ثقيلة على شبابنا وعلى بناتنا، بل وخشينا في ذاك الوقت إن يكون لها قاعدة بين الشباب الصغار، خاصة وأنهم ليس لديهم من العلم الشرعي ما يحصنهم عن هذه الأفكار الواردة. لكن العجيب أنه بفضل الله عز وجل من حوالي 3 سنوات بدأ يحصل أشبه بانحصار ذاتي لهذه التصورات الإلحادية، لأنها أصبحت أولا تصورات مستهلكة، يعني دائما الفكرة الشاذة تستقطب أي فكرة شاذة في بدايتها تستقطب، لكن مع الوقت أصبحت فكرة مستهلكة، أصبحت لا تقدم منتجا يتعامل مع الإنسان، مع الواقع، مع الطبيعة، مع العالم، مع الرؤية الوجودية ككل. فصار الملاحدة الآن على فسطاطين، إما فسطاط هوى
مجرد أن الإلحاد يقدم هوى مجاني، هوى بلا أي ضريبة، يقدم أن تفعل نزواتك بالصورة التي تراها وبلا أي تكليف شرعي ولا أي إلزامات ولا أي محاسبة. أما الفسطاط الثاني وهو أن الإلحاد يقدم ملجأ لأصحاب ردات الفعل النفسية العنيفة، فأصبح الملاحدة في عالمنا العربي والإسلامي على هذين الفسطاطين، إما فسطاط هوى ونزوات ومجرد أن الإلحاد يقدم لهم صورة من صور فعل ما تريد بلا أي إلزامات. وفي هذا الفسطاط نقول لهؤلاء: نعم بالفعل الإلحاد هو أكبر مخدر للقيم، الإلحاد هو أكبر مخدر للقيم، فاعتقادك بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب، هذا يخدر عندك أي قيمة، يجعلك تفعل ما تريد بلا أي وخز أخلاقي. أما الفسطاط الثاني وهو فسطاط ردة الفعل النفسية العنيفة، وجدوا في الإلحاد ملجأ لهم. شخص تعرض لأزمة نفسية، أزمة أخلاقية، أزمة قيمية، أزمة اقتصادية، أزمة أي أزمة أيا كانت يعني، فيرى في الإلحاد ملجأ له. فهذان الفسطاطان ذكرهما القرآن الكريم وحذر منهما وأخبر أنهما بالفعل يضلان العبد، فقال الله عز وجل عن الفسطاط الأول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك، فالهوى مضل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من مضلات الهوى، فهذا أمر خطير ولا بد أن نعيه جيدا، وهو أن الهوى مع الوقت وكثرة ارتكاب المعاصي والذنوب والزلات، هذا الأمر مع الوقت يسيل المطلق، يسيل المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان في لحظة ارتكابه للمعصية وفي لحظة ارتكابه للفاحشة، سلمنا الله وإياكم، في هذه اللحظة سبحان الله يضعف في قلبه المطلق، ويصبح قلبه في هذا الوقت مفتوحا للشبهات. يعني هناك شبهات سخيفة الإنسان يردها بذاته، لا يعبأ بها، لكن في لحظات الضعف الإنساني وفي لحظات ضعف الإنسان بارتكابه بعض الزلات ينفتح قلبه لأي شبهة، لأنه لا إراديا في عقله اللاواعي يهدأ نفسيا أثناء ارتكاب المعصية بوضع بعض الشبهات، حتى يقول يعني ربما هذه الذنوب يعني لا أؤاخذ عليها، ربما الدين فيه شبهات، يعني فيجد لنفسه مبررا: الداعية الفلاني فعل ذنب كذا. فهؤلاء أصلا عندهم مرض في القلب، مرض قلبي سول لهم فعل المعصية. كلنا يعصي، لكن المسلم إذا عصى ربه استغفر وتاب وعزم ألا يعود. أما الإنسان الذي يديم على المعصية ولا يعود منها، فهذا ينفتح قلبه مع الوقت للشبهات وتسهل عليه الشبهة، فالشهوة بريد الشبهة، الشهوة بريد للشبهة. فلنحذر بشدة من هذا الباب، باب الشهوات، لنحذر بشدة من ذنوب الخلوات، من ذنوب الخلوات، ذنوب السر. فهذه الذنوب مع الوقت تفتح القلب لأي شبهة لو كانت سخيفة، مع الوقت تجعل الدنيا تكبر في عقل الإنسان والآخرة تصغر. فإذا كبرت الدنيا في عقل الإنسان استصعب بعض التشريعات الإسلامية، لأن التشريع الإسلامي أتى بمعيار أن الدنيا قنطرة والآخرة هي مستقبل أبدي، غدا أنا وأنتم جميعا وكل البشر سنواجه مستقبل أبدي لا مفر منه، ومن أصدق من الله قيلا. فهذا مستقبل أبدي ينتظرنا جميعا، فالتشريع الإسلامي أتى وفقا لهذه المعايير
البديهية القطعية، وهي أن الدنيا قنطرة. فبالتالي الإسلام أجاز للمسلم الجهاد في سبيل الله، مع أني عندما أجاهد في سبيل الله، عندما أدافع عن أهلي ودافع عن بلدي ودافع عن مالي، فأنا هنا قد أضيع روحي. هذا أمر شاق جدا على النفس، لكن الإسلام يجيز هذا، بل ويدفع نحوه ويجعله أعلى سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. هذا الأمر لا يستوعب لو كانت الدنيا ضخمة في عقل الإنسان والآخرة صغرت. فإذا كبرت الدنيا في عقل الإنسان وأصبحت هي المركز والآخرة على الهامش، استصعب كثير من التشريعات وشقت عليه كثير من التشريعات، وأصبحت عنده شبهة في كثير من التشريعات. يعني مثلا مسألة حد الردة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. هنا الملحد يستصعب هذا الأمر، يقول يعني هذا إنسان غير دينه، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل المرتد؟ هذا أمر شاق على نفس الملحد وعلى قلبه ولا يستوعبه، والغرب بجملته لا يستوعبه أصلا. لماذا؟ لأن الدنيا كبرت جدا عندهم وأصبحت الآخرة على الهامش. فعندما يأتي داعية إلحاد ويقول أنا سأنشر هذا الكفر بين الناس، سأنشر هذا الإلحاد بين الناس، لماذا الإسلام يجرم هذا الأمر؟ بنظرته هو ومعياره الذي صنعه بعد خلوده إلى الدنيا والمعصية، وأصبحت الدنيا عنده همه بالفعل، يعني لا يستوعب هذا الأمر. يعني كيف تضيع علي دنياي الضخمة هذه في مقابل حرية تصور وحرية فكر؟ فهذا عسير على عقله، عسير على ذهنه. لكن إذا عاد ونظر بالمعيار الإيماني الذي أقام الله عز وجل به السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا قنطرة والآخرة هي المستقبل الأبدي الذي ينتظرنا جميعا، فهنا سيستوعب أن ما يفعله من نشر الكفر ومن نشر الإلحاد أخطر بألف مرة من القتلة ومن قطاع الطرق ومن المجرمين. فالقاتل منتهى ما يريد مني، منتهى ما يحرص عليه هو أن يقتلني، منتهى ما يريد القاتل أن يقتل الشخص، يضيع عليه دنياه. أما الملحد داعية الإلحاد فهو يريد أن يضيع علي آخرتي، يسرق آخرتي. فبالمعيار الإيماني، بالمعيار الديني، فداعية الإلحاد أخطر بألف مرة من القتلة. ولذلك الله عز وجل يقول: والفتنة أشد من القتل. أن تفتن إنسانا عن دينه هذا أشد من القتل. فالدين أغلى وأولى من النفس، أغلى وأولى من الروح، أغلى وأولى من الدنيا. فإذا الملحد نظر بهذه النظرة سيستوعب كثير من التشريعات، وسوف تختفي ذاتيا، تتضاءل ذاتيا كثير من الشبهات، تخفت. فقضية الهوى قضية من أخطر ما يكون، ومن أكبر الإشكالات على الإطلاق، لأنها بالفعل مع الوقت، مع المداومة على المعصية، تبدأ تخفت القيم الدينية، يسيل المطلق، تخفت الآخرة في عقل الإنسان، ينسى الإنسان آخرته، ينسى يوما ثقيلا، ويبدأ يجعل الدنيا هي كل ما يريد، فيستصعب التشريعات الإسلامية. ولذلك نقول دائما أن الرؤية بمنظار الدنيوية هذه تولد كثير من الشبهات بالفعل، أما الرؤية بمنظار إيماني لمعنى الحياة والآخرة والدين والدنيا، هذه تخفت الشبهات ذاتيا، تجعلها تتهوى ذاتيا. فقضية الهوى قضية من أخطر ما يكون، والقرآن الكريم دائما يحذرنا من اتباع الهوى وأنه يضل عن سبيل الله عز وجل. فليحذر الشاب المسلم من مقدمات الفتنة بالهوى وذنب الخلوات والمعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة وزلات اللسان
والتقصير في صلاة الجماعة والتقصير في الطاعات، ليحذر من كل هذا، وعليه أن يستعيد روحه أولا بأول بأن يقوم بتدبر القرآن. يعني كل يوم يكون لك ورد من القرآن بتدبر، تدبر كتاب ربك، فإذا حصل التدبر ارتقت روحك وبدأت بالفعل تستوعب مركزية الآخرة في حياة الإنسان، وأن الدنيا هي الهامش، الدنيا كلها هي هامش والآخرة هي المركز. فالمسلم إذا استوعب هذه الأمور وعادت الآخرة إلى نصابها وإلى مكانها بتدبر كتاب الله عز وجل، والله ستحل كثير من المشاكل والشبهات والوساوس والفتن والأزمات الدنيوية حتى والله، بل وأزمات النفس والبدن. فأنا أوصيكم بأن يكون لكم ختمة تدبر لكتاب الله عز وجل، تقرأ آية من القرآن ثم تقرأ تفسيرا عليها يسيرا، ثم تقرأها مرة أخرى بتأمل وتدبر، وبعدها تنتقل للتي تليها وهكذا. فهذا الأمر والله معراج إيماني، هذا الأمر فيه أسرار إيمانية خاصة. فأنا أوصيكم بختم التدبر، تقرأ القرآن من الفاتحة للناس بتدبر. أما الفسطاط الثاني وهو فسطاط ردات فعل، ردات فعل نفسية رهيبة تحصل للإنسان قد تؤدي به إلى أن يجد في الإلحاد ملجأً. ولا أرى مبررا للإلحاد، ليس مبرر لكنه الواقع، يعني لا أرى مدخلا للإلحاد في عالمنا الإسلامي إلا هذا المدخل، مدخل الهوى ومدخل ردات الفعل العنيفة. فالإنسان قد يتعرض لردة فعل عنيفة نفسية تولد عنده كثير من الإشكالات، والقرآن الكريم أيضا أخبرنا بهذا الأمر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. في ناس أول ما تعرض لهم فتنة ينتكس، ينقلب على وجهه، يبحث عن أي مخرج ينقم من خلاله على ما حصل عنده، ينقم على ثقافته، على لغته، على بيته، على عائلته، وعلى دينه. وهذا واقع والله ورأيناه. فردات الفعل النفسية هذه أمر خطير أيضا، لأن هذه المسألة تكون نوع من أنواع استحضار الاستعداء للدين، والحرب على الدين من باب فقط كراهية، وليس أن هناك تأصيل علمي أو تأصيل فكري في المسألة. ويستخدم هذا الصنف من الناس، يستخدم الشبهات فقط كستار، ستار هش، لكن يختفي خلف هذا الستار أزمة نفسية في الإنسان، يختفي خلف هذا الستار مشاكل نفسية عميقة. فإذا أجبته عن شبهاته قال لك أنا غير مقتنع. هو أصلا ليس عنده شبهات، هو عنده أزمة نفسية بداخله، عنده ردات فعل نفسية. فهذا النوع من الناس إذا أراد أن يعود إلى ربه فعليه أن يتعلم معنى الانقياد، كيف ينقاد لله عز وجل، كيف يقوم بالتضرع لله عز وجل، كيف يقوم بالانكسار بين يدي ربه والتسليم له والإيمان بالقضاء والقدر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا من أهم العلاجات في هذا الصنف من الشباب، ولا أظن أن هناك ملحدا يخرج عن هذين الصنفين. يعني مثلا ملحد عنده شبهة علمية، شبهة فكرية أو فلسفية، يعني لا تؤدي إطلاقا إلى، لو افترضنا مثلا أن هناك فرضية علمية مثلا تخالف مثلا قضية دينية، لا تجعل إنسانا يكفر بكل هذه البديهيات التي عليها الدين، يعني بديهيات صحة الإيمان لا حصر لها، بديهيات إثبات الخالق لا حصر لها. يعني من هذا الذي يحصي هذه البديهيات؟ هذا العالم الذي أتى بهذه الثوابت وهذه القوانين والنواميس، هذا العالم الذي ظهر فجأة هكذا، لابد له من خالق. هذا الإتقان، هذا الإنسان الذي صنع وخلق
خلقا متقنا، هذا العالم الذي تحكمه نواميس وتقدير في كل لحظة، الأنبياء، الكتب، المعجزات التي أيد بها، كثيرة هي الأمور والبراهين والقطعيات التي يعني يستحيل على إنسان أن يتجاوز كل هذا بفرضية أو مسألة أو شبهة. لا لا، القضية هي أعمق من هذا في النفس الإنسانية، فلا بد أن نفتش عن مصادر هذا الإلحاد في النفس وعن مداخل هذا الإلحاد، لأن هذه المداخل إذا استوعبها الشاب وإذا حاول أن يقوم بسدها أولا بأول، فإنه يتحول بفضل الله إلى إنسان صالح، إنسان ثابت، إنسان يعرف لله حقا في وقته وفي ماله وفي علمه وفي نفسه وفي بيته، فيؤدي ما عليه من حق. فهذه المداخل مداخل جوهرية، وهي مداخل موضة الإلحاد الجديد. فالإلحاد الجديد نعم موضة، لكن قد تختلف مداخله بين الشرق والغرب. فعندنا في الشرق مداخل لها أبعاد كثيرة، لكن تجتمع في الأخير على هذين البعدين من وجهة نظري، بعد الهوى وبعد ردات الفعل النفسية. والإلحاد بذاته لو نظرنا إليه نظرة مجردة فإننا نجد فيه إشكال، يعني نجد إشكالين خطيرين في الإلحاد. أول إشكال أنه ليس عنده أدلة ذاتية، الإلحاد ليس هناك ما يسمى بأدلة على الإلحاد، هذا غير موجود. فمنتهى الإلحاد أنه ينتقد ما عند الآخر. الإشكال الثاني أنه يحمل بداخله أمورا تدمره ذاتيا، يعني هو مذهب ذاتي الهدم، ينهدم ذاتيا، يسقط بذاته. يعني من ساعات قليلة كنت أستمع لشخص يلقي شبهات من أجل إن شاء الله الرد عليه، فذكر شبهات حول الإسلام، الشبهات التي عندهم، وفي الأخير قال: وأنا أعلم أن الأخلاق نسبية. قلت سبحان الله، في كلمة واحدة يعني أنهى كل ما قدمه. فإذا كانت الأخلاق نسبية فكيف تنتقد تشريعات الإسلام؟ أليس ربما تكون هذه التشريعات صحيحة؟ فهي نسبية الأخلاق. فمذهبهم ذات الهدم، مذهب يسقط ذاتيا بمجرد النظر فيه، فهو لا يحتمل أن ينقد نقدا خارجيا عنه، بل لو نقد من داخله والله لكفى. فكلنا، كل البشر، كلنا يعلم أن الأخلاق مطلقة، المحاكم، القوانين، الدساتير، القضاء، النظم، الدولة نفسها تقوم على أن الأخلاق مطلقة. لو كانت الأخلاق نسبية كيف تحاكم مجرما؟ كيف تحاكم مجرما؟ كيف تضع القوانين؟ فهناك إجماع فطري إنساني على معاقبة المجرم، وما صدر هذا الإجماع الذي عليه البشر إلا لأن الأخلاق مطلقة، لأن الكل يعلم أن الأخلاق مطلقة، وأن الإنسان مكلف، وبناء على كون الأخلاق مطلقة والإنسان مكلف، نستطيع أن نحاكم المجرم، نستطيع أن نضع القوانين، أن تكون هناك دولة، يكون هناك نظام. فمنتهى الإلحاد بقوله بنسبية الأخلاق، وبالمناسبة هذا من ضرورات الإلحاد، يعني من إلزامات الإلحاد القول بالنسبية، نسبية الأخلاق، لأن العالم عبثي فالأخلاق نسبية، وكون الأخلاق مطلقة فهذا يعني أن لها معنى متجاوز، وهذا لا علاقة له بالإلحاد. فالملحد مضطر إلى القول بالنسبية الأخلاق. فهذه مثلا كنقطة تهدم الإلحاد من داخله دون التعرض له، وتهدم أي شبهة يطرحها الملحد. وهذه المسألة من أدق المسائل، والتي دائما لابد أن ننوه عليها، أن مبنى الإلحاد، هذا المبنى، أعمدة هذا المبنى تنهار ذاتيا، لأنها من داخلها مخوخة، لا تملك حججا في ذاتها، بل تملك هدما ذاتيا. سبحان الله العظيم، يعني كان في شخص اسمه يوربيديس،
وهذا كاتب قديم، كتب حوالي 500 قبل الميلاد مسرحية أخلاقية اسمها نساء طروادة. هذه المسرحية كتبها قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 1000 سنة، تاريخ قديم جدا، من حوالي 70 سنة تقريبا. سارتر أكمل هذه المسرحية، من حوالي 70 سنة سارتر أكمل هذه المسرحية، مسرحية نساء طروادة. لن تجد أي فجوة زمنية في بين التاريخين، ليس هناك فجوة زمنية، مع أن التاريخ سحيق، ومع ذلك ليس هناك أي فجوة زمنية تشعر بها أثناء قراءة هذه المسرحية. لماذا؟ لأن القيم الأخلاقية ثابتة، القيم الأخلاقية ثابتة عبر التاريخ البشري، لأن لها معنى متجاوز، هناك إرادة إلهية لهذا الكون. فالأخلاق موضوعية objective، وليست ذاتية، ليست subjective، موضوعية. عندما أقول أن هذا قلم فهذه قضية موضوعية، لكن عندما أقول أنا أحب هذا النوع من الأقلام فهذه قضية ذاتية. الأخلاق موضوعية، لا تخضع للنزوة أو الهوى أو الرغبة، بل هي موضوعية. فالخير خير عند الصالح والفاسد، والشر شر عند الصالح والفاسد، وكلنا يعتنق القيم الأخلاقية بوعي أو بغير وعي، كلنا نعرف الواجب الأخلاقي. لماذا؟ لأننا جميعا مكلفون، لأننا كلنا مكلف. فهذا التكليف الإلهي بداخلنا، والذي الأخلاق جزء منه، هذا التكليف يجعلنا نعرف معنى القيم الأخلاقية، ويجعلنا نعلم أنها مطلقة. فهنا الإلحاد يتعارض مع الإجماع الفطري الإنساني، يتعارض مع الطبيعة الإنسانية التي لا يختلف عليها اثنان. فالإلحاد فيه كثير من الإشكالات الذاتية، والتي لو ركز عليها الإنسان بذاتها في الإلحاد لانتهى إلحاده. لكن كما قلت، القضية ليست إلحاد، الإلحاد مجرد ستار يتخفى خلفه قضايا أخرى، هوى نفس أو ردات فعل نفسية لا أكثر. فلا بد أن نستوعب شبابنا، وأن نعلم أن من يدعي أنه ملحد يحتاج أن يستوعب، لا أن يهدم أو مثلا نشهر به بين الناس، بل هو ربما عنده مشكلة إذا حلت عاد إلى دينه. فلا بد أن نستوعب شبابنا، ولا بد أيضا في المقابل أن نفند هراء دعاة الإلحاد. فدعاة الإلحاد إخواني الكرام، هؤلاء مرتزقة، الإلحاد عندهم أصبح تجارة. أما أغلب شبابنا ممن فتنوا بهؤلاء، ففتنتهم بفضل الله عز وجل تذهب سريعا، باحتواء، بقول لين، ببيان إشكالات هذا التصور الغير منطقي، التصور الذي يحمل في ذاته تناقضات لا تنتهي، سوف يختفي الإلحاد بفضل الله ذاتيا عندهم. فلا بد أن نتعامل مع الملاحدة من شبابنا ممن فتنوا بدعاة الإلحاد بصورة غير الصورة التي نتعامل بها مع دعاة الإلحاد. فدعاة سرقة الآخرة، أو كما أسميهم لصوص الآخرة، هؤلاء لهم تعامل بالرد والتفنيد وبيان يعني سذاجة ما عندهم. أما الشباب فبفضل الله عز وجل يعودون سريعا، في كثير منهم بفضل الله عز وجل يعود سريعا، فقط ببيان حكمة هذا الدين وشمولية هذا التشريع وكمال هذا التشريع، وبيان إشكالات الإلحاد بأسلوب معاصر، لأن الشاب خدع وبهر ببعض يعني الصور الغربية التي ضخمت عنده التصور العلمي المادي التجريبي، في مقابل ازدراء أهل الإيمان وازدراء أهل الدين وازدراء أهل الدعوة إلى الله عز وجل. فلابد أن تقدم الأول في البداية صورة له بأن الدين
يقدم طرحا عميقا أعمق من كل هذه الصور، وبعد ذلك سوف يعود إلى هذا الشاب توقير أهل العلم، سوف تعود معاني الدنيا والآخرة في قلبه شيئا فشيئا. فعلينا أن نأخذ بيد شبابنا بلين وحكمة وبصيرة، لعل الله يهديهم. اللهم آمين. آمين آمين آمين. لعل ما يزكي هذا الطرح الجميل الذي طرحتموه دكتور هيثم هو قضية فيما يتعلق بقضية أن البنية في الفكر الإلحادي يعني ذاتية الهدم، هو مسألة يعني مثلا الإنسان إذا كان يدعو إلى الإسلام فهو يظهر الأسس التي يقوم عليها الإسلام والغايات التي ينشدها الإسلام، يعني خلاص يكتفي بهذا، يعني لا يحتاج المسلم لأن يتهم الكفر حتى يدعو إلى إسلامه، إلا إن هوجم فهو يرد على هذا يعني الهجوم الفكري بفكر آخر. الذي يعني سبحان الله من الذي أستغربه دائما هو قضية لماذا إذا ألحد أو تشرب الشاب العربي عموما والمسلم على وجه الخصوص إذا تشرب هذه الفتن الإلحادية يبدأ مباشرة بسب الدين. يعني نقول له إن كنت تعتقد أن هذا الدين خرافة وأن الإله غير موجود، يعني أشفق عليك، تضيع وقتك وجهدك وطاقتك في سب أمر غير موجود. يعني لو جالستك الآن وجلست أسب شخصا غير موجود على وجه الأرض، يعني قد تتهمني بالسفه، تقول لي انت تسب فلانا وفلان غير موجود. فنقول لهم لماذا تضيعون طاقتكم وجهدكم، يعني تدعون ان الالحاد قائم على اسس علميه، يعني يا اخي اشتغل بطلب هذا العلم الذي يقوم الالحاد على اسسه. الالحاد انما هو فكر متنور يبعث على الحب والوئام والسلام يعني كل الشعارات الرنة، خلاص طيب اشتغل يا حبيبي بهذا الحب وهذا الوئام وهذا السلام، وكن أنت صورة عن الحب والوئام والسلام، لا ترى منهم إلا هجوما على الدين بشكل عام لكن التركيز على الإسلام. يعني قليل ما أسمع من ملحدي العرب، أقصد دعاة يعني هؤلاء الذين تحدثت عنهم دكتور هيثم، لا أقصد الشباب الذين يفتنون بهم، لكن الدعاة الذين يعني لهم أجنداتهم يخدمونها إلى غير ذلك، نادرا ما أجدهم يتهجمون في وسائل الإعلام من المحيط إلى الخليج، نادرا ما أجدهم يتهجمون على اليهودية أو الهندوسية أو البوذية أو النصرانية أو شيء من هذا القبيل، إنما تركيز هجومهم على الإسلام. هل يعني كانت لديكم دقيقتان أو ثلاث دكتور هيثم قبل أن نختم إن شاء الله تعالى، هل هذه المسألة يعني تقوم على أن ما يزعم ما أنه فكر إلحادي؟ نحن عندما نتكلم عن الفكر نتحدث عن أصول وقواعد ومناهج، لكن تجاوزا نقول فكر إلحادي، يعني هل لأن الفكر الإلحادي ليس له نظام قائم عليه وإنما هو قائم على ما يعني بينه الحق سبحانه وتعالى في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل لأن الفكر الإلحادي قائم على هذه العبثية، أم أنه فعلا يعني فكر قائم على أصول ومناهج وله غاية إلى غيره؟ نعم، حياكم الله شيخ الحبيب، ربنا يحفظك يا رب. طبعا تهجم الملاحدة وسبهم هذه يؤكد ما قلناه أنها مجرد ردة فعل نفسية، فليست القضية عندهم بتصور إلحادي وإنما هو مجرد هجوم مقابل وتفريغ شحنة نفسية لا أكثر. أما التصور الإلحادي فبالفعل يقوم على فكرة العبثية الكاملة، ودي النقطة الأساسية. يعني سبحان الله، يعني هذا أيضا من باب التناقض في داخل مذهبهم، يعني يقولون إلحادنا يقوم على العلم، وفي نفس الوقت يقولون أن العالم عبثي، ويعني الأمران لا يجتمعان. العلم التجريبي المعاصر بدأ يظهر وبدأت توضع نظرياته بناء على أن هذا العالم محكم، وأن هذا العالم فيه قوانين، وأن هذه القوانين يمكن استيعابها. بناء على هذه المقدمات بدأ يظهر العلم التجريبي المعاصر. لو تصورنا أن العالم عبثي وبلا معنى
ولو ظهرت فيه قوانين فسوف تكون محض صدفة ولا يمكن الوثوق بها. بهذه الصورة لا يمكن أن يؤسس لعلم، فالعلم التجريبي المعاصر بدأ بناء على أن هذا العالم منظم وأن فيه قوانين وأننا يمكن أن نستوعب هذه القوانين، وهذه نظرة إيمانية، لأن الإنسان عندما يعلم أن الله خالقه وخالق هذا العالم وأنه كلفه بالنظر في هذا العالم، فهو يوقن أن هذا العالم محكم وأنه كإنسان سيستوعب نظام هذا العالم لأنه مطالب بالنظر فيه، وأنه يمكن أن ينتفع بهذه القوانين. فنظرة العلم التجريبي الأولية التي تأسس عليها هي نظرة إيمانية. يأتي في المقابل الإلحاد ويرى أن العالم عبثي وأنه هو نفسه الملحد جاء عبثا هكذا. طيب أيها الملحد، إلى أي شيء انحازت الآن العلوم؟ انحازت إلى كون هذا الكون منظم محكم أم عبثي؟ عندنا قاعدة أساسية في فلسفة العلم، وهي أن قوام العلم التجريبي على مقدمات ومبرهنات ثابتة، وأحد هذه المقدمات أن الكون ثابت وأن القوانين صحيحة وأن ما ثبت من قوانين سوف تكون هذه القوانين لها من الثبات ما يجعلنا نتوقع ماذا سيحصل في الغد وماذا حصل في الماضي. فهذا كله بناء على أن الكون محكم وأن فيه قوانين. فالعلم يتجه نحو النظرة الإيمانية، وهذه أيضا من إشكالات أن الإلحاد مذهب ذاتي الهدم، ينهدم ذاتيا حتى في مقدماته التي يقوم عليها. نعم. بارك الله فيك دكتور هيثم، وأفدت كما هو الحال بالنسبة لمداخلة الأستاذ طارق الحمودي حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. طيب لعلنا، لأن سبحان الله يعني بساط الوقت ينسحب عندما يكون المجلس مليئا بالفوائد، لكن الله المستعان، قدر الله عز وجل أن لا نطيل على الناس حتى لا يملوا. فيعني ختاما في دقيقة أو دقيقتين للأستاذ طارق الحمودي ودقيقة أو دقيقتين للأستاذ هيثم طلعت، هل من وصايا توصون بها المسلمين على وجه العموم والشباب على وجه الخصوص، على اعتبار أنهم هم الذين في أمام فوهة مدفع الدعاوى الإلحادية، هل من وصايا توصون بها الشباب؟ أستاذ طارق حمودي تفضل. طيب أنا حتى لا أطيل، لمن أراد أن يصحح نظرته إلى الإلحاد فليراجع كتاب للأستاذ عبد الله العجيري اللي هو ميليشيا الإلحاد مدخل لفهم الإلحاد الجديد. هذا لمن أراد أن يحسن تصوره حول هذا الإلحاد الجديد الذي نتحدث عنه. وأما الذي أراد أن يراجع نفسه شخصيا يعني، ويرى في نفسه شيئا من مداخل الإلحاد وشيء من تسرب الإلحاد إلى قلبه، هذا عليه أن يبحث عن شخص يتحدث إليه. لابد، ليس له علاج إلا هذا الأمر، لابد من شخص يوجهه، من شخص يساعده، وثم يستطيع دون ذلك أن يرجع إلى خطاب الله تعالى الكوني، وليراجع ما يراه في الكون من صنعة الله تبارك وتعالى، ويطبق تلك الأسئلة التي ذكرتها أولا، سؤال الصنعة، سؤال الصانع، ثم بعد ذلك سؤال الشريعة، وسؤال الواسطة اللي هي الأنبياء والرسل. والله تعالى أعلم، وأنا شاكر لكم أستاذ ياسين على هذه الحلقة، أستاذ طلعت حفظكم الله تعالى، شيخنا القارئ حفظكم الله، شكرا على القراءة التي أمتعتنا، حفظكم الله وبارك الله فيكم جميعا. جزاك الله خير أستاذ طارق، حفظك الله، بل كل الشرف لي، ودائما يعني نفس الفرحة عند لقائكم، ويعني إن كانت هذه اللقاءات إنما على بعد المسافة، لكن سبحان الله هي الوقود الذي يزيد في إشعال فتيل الشوق للقائكم وتقبيل رأسكم إن شاء الله تعالى عند أقرب فرصة. دكتور هيثم طلعت، هل من وصايا يعني توصون بها الشباب المسلم في هذا الباب؟
والله كما قلت، أنا أوصي بأن يكون لكل مسلم ولكل مسلمة ختمة تدبر لكتاب الله عز وجل، فهذا فيه معارج إيمانية وأسرار خاصة. تخيل أن يأتي شخص يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل يظهر الإيمان في عينه، فهذا من أسرار هذا الكتاب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأنا أوصي كل إنسان أن تكون له ختمة تدبر من الفاتحة للناس، ولو بقيت في هذه الختمة عاما كاملا فوالله لن تخرج منها بمثل ما دخلت فيها. سوف تنفتح لك معارف، تهدأ نفسك، تختفي كثير من المشاكل والوساوس والشبهات. الوصية الثانية، وهي أوصي بها كل مسلم وكل ملحد، وهو كتاب الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش رحمه الله. هذا من أعجب الكتب، وأنا أقولها صراحة أن هذا الكتاب أحدث عندي صحوة معرفية، يعني بالفعل أحدث عندي صحوة معرفية، لأن هذا الكتاب بيجوفيتش رحمه الله كتبه في أثناء الحكم السوفيتي الملحد، وكتبه في ضغط السوفيت وفي إجرام السوفيت في ذاك الوقت، فكتبه بنفس فكري عقلي علمي من أعجب ما يكون، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. فهذا الكتاب أوصي به بشدة، من أعجب ما قرأت في حياتي صراحة. فأنا أوصي بالإسلام بين الشرق والغرب، وطبعا قبل كل هذا تدبر كتاب الله عز وجل. وأشكركم على هذه الاستضافة، وأنا والله فرح للقائكم سيدي، ربي يحفظكم يا رب ويحفظ مشايخنا الأفاضل، وبارك الله في جهودكم ونفع بكم، آمين. آمين آمين، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا، بل كل الشرف لي. ويعني أنرتم الصفحة وأنرتم يعني المجلس، جزاكم الله خيرا. لعلنا نختم بما بدأنا به، عسى يعني نحن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح، فنتشبه بمن مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام الحال المرتحل، يفتتح بالقرآن ويختم بالقرآن حتى لا يخرج عن فلك كلام الله عز وجل. ونحن افتتحنا بتلاوة شيخنا سيدي محمد العسري، ثم جعلنا احنا ديك فاصل ونواصل، فاصلنا نحن هو القرآن الكريم، يعني لا ننفك عنه، ننفصل عن القرآن بالقرآن، فنرجع إلى القرآن الكريم. أستاذ طارق حفظك الله وجزاك الله خيرا، دكتور هيثم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا، يعني لا نجد ما نكافئ به ضيوفنا إلا نمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له، فنحن ندعو لكم ونترك جزاءكم على الله سبحانه، على الله سبحانه وتعالى، فجزاكم الله خيرا. وكما هي عادتنا، يعني آخر ما يكون من البث يعني في عيون ومسامع المشاهدين هو كلام الله عز وجل، لذلك أختم هذا المجلس وأترك يعني الصورة والصوت لسيدي محمد العسري حفظه الله. معاشر الصالحين والصالحات، لقاؤنا قد شرف على نهايته، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بما سمعنا. ونعلم يقينا هناك بعض المواضيع دائما تثير حفيظة المخالف، قد يكون موضوع مثلا متعلق بالصلاة والخشوع أو شيء من هذا القبيل، حتى من خالفك لا يدخل لمتابعته، لكن موضوع الإلحاد هذا سبحان الله العظيم، يعني إن نحن في هذه المنصة دي ستريم يارد، الضيوف لا تظهر لهم التعليقات، لذلك يعني نحن نتحدث بفضل الله بأريحية. لكن عندي يقين تام أن عند من عاد إلى الصفحة أو إلى التسجيل بعد البث سيجد كما هائلا سيجد كما هائلا من السب والقذف والشتم، جرت العادة بهذا. فنقول لهم نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبكم وأن يشرح صدوركم للإسلام وأن يطهر ألسنتكم من الفحش وأن يجمعنا وإياكم على الحق في الدنيا وأن يجمعنا في الجنة في الآخرة. يعني نقول فقط للشباب، يعني هذه أمور عادية، ولو يعني ولو كانوا على هدى لما لجأوا لا للسب ولا للشتم ولا للقذف، لكن لعلهم كانوا يلجأون إلى أمور أكثر يعني أكثر منطقية وأكثر عقلانية، لكن لعل في مساكين لعلهم في هذه الردود الفعلية، ردود الأفعال عندهم فيها تزكية للكلام الذي ذكرناه. فنقول نوصي الشباب، نقول لهم
لا تهتموا بهذه الأمور كثيرا، لكن خذوا يعني لب الدروس التي تشاهدونها. فجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، صلى الله عز وجل يجعل هذا الخير كله في ميزان حسناتنا أجمعين. شكر الله لضيوفنا الأكارم على تلبيتهم للدعوة، وفي انتظار لقائكم في بث آخر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، وإن بلغكم خبر انتقالنا إلى الآخرة فنطمع في دعوة صادقة للعبد الضعيف في سجدة بين يدي الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا،
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصل